عايز اقول لكل جماهير النادي الاهلي بشرى ساره، محمد هاني يلحق بمباراه الاهلي والدحيل، لان طبعا ورقه من الاوراق اللي ممكن تصنع الفارق او ممكن تلخبط المدير الفني، لان موسيماني بيعتمد عليه بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، ان عدم وجوده ده يعمل لخبطه. لكن يعني خلاص ان شاء الله باذن الله تاكد لحاق محمد هاني بمباراه الاهلي والدحيل القادمه، وايضا حسين الشحات اللي ابتدى يتعافى من اصابته، وان شاء الله اللاعبين هيكونوا جاهزين لمباراه الدحيل يوم الخميس ان شاء الله. كل قلوبنا ودعواتنا مع لاعبي النادي الاهلي في هذا اليوم باذن الله، يكون يومهم ويكون التوفيق محلفهم باذن الله. لعيبه